أهلا بكم من جديد ومستمرين معكم في يوم جديد. تحدثنا بالبداية عن أهمية الأسر السوية وقديش اليوم نعرف في هناك العديد من الأسر السوية، ولكن نفتقد إلى الأسر السوية والأسر الناضجة، الأسر اللي فيها بالفعل حب وحنان ودفى، يعني نفتقد هذا الشيء. فاليوم رح نتعرف على هذه المعايير بشكل مباشر مع يعني أخصائية النفسية والتربوية إيمان غانم، رح تحكي لنا خصوصا لما بدنا نحن نختار شريك أو شريكة الحياة. هلا نعرف في اختلاف، يعني أنت ما رح يعني ماخذ شخص أو أنت ماخذ أو هو ماخذ إنسانة، تختلف أكيد في اختلاف، ولكن في هناك معايير نتفق عليها جميعا لبناء أسرة صحية وأيضا أسرة تخلو من الشوائب. فرح نتعرف أكثر بخصوص هذا الموضوع مع ضيفتنا العزيزة الآن. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، الله يكرمك. صباح الخير دكتورة، أهلا وسهلا فيك. ولكن قبل ما نحكي عن أسرة سوية أو غير سوية، نعم، إيجابية وغير إيجابية، سليمة وغير سليمة، ولكن بدنا نحكي عن أهمية الأسرة ودورها، نعم، بالمجتمع. الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع ولها تأثير كبير، لأنها هي أول من يخرج الأفراد للمجتمع، نعم، بعد تنشئتهم وتربيتهم وتقديم أساليب الرعاية لهم. وأغلب أحيانا مشاكل الأفراد تبدأ من الأسرة. لذلك بهمنا دائما أن الأسرة تكون فيها مناخ إيجابي وسوي. إيجابي وسوي زي ما حكت وتفضلت الأستاذة، دفء، أمان، رعاية، ديمقراطية، حوار، أساليب اتصال سليمة وإيجابية. وهذا الإشي المهم جدا اللي إحنا دائما نبحث عنه، نعم. اليوم بس قبل ما برضو نذهب لموضوع الأسرة السوية، كيف اليوم أنا بدي أعطي هذا الدفء والحنان والمحبة لهذه الأسرة؟ لأنه إذا أنت أوجدتيها أبنائك وبناتك ما بيطلعوا يدوروا عليها برا، فما، نعم، ما بروحوا للغلط لا سمح الله، نعم. فنتحدث عن هذا الأمر. طيب معناته إحنا رح نتحدث عن الهضبة الأولى بالأسرة في مراحل تطور الأسرة، اللي هي الارتباط واختيار الشريك. يلا ممتاز. لما يكون عندي الارتباط واختيار الشريك اللي هو الزواج الحديث، بده يكون عند الأفراد الاثنين أول إشي فهم للمشاركة الانفعالية. إنه أنت لما بدك تتزوج أنت بطلت فرد بذاتك، أنتوا أصبحتوا شركاء، ففي تشارك بالمشاعر الانفعالية، في تشارك بالمسؤولية، في توزيع للأدوار، وفي هرمية بين الفردين، فيها تشارك، وفي إعادة تنسيق للعائلة السابقة والأصدقاء، نعم. يعني ما بنفع تضل عائلته الأصلية محور حياته اللي هي الأب والأم والأخوات، ما بينفع يضلوا على علاقة طويلة مع أصدقائه مثل ما كان هو أعزب، لأنه أصبح شريك في حياة زوجته، نعم. وكذلك الزوجة، يعني في كثير بسمع زوجات ضروري أخذ إذنه لما أطلع، هو مش أخذ إذن يا جماعة، هو تواصل، لغة تواصل، أخبريه طبعا. حتى لا ينصدم، يعني ممكن جايب حدا على البيت ويجي ما يلاقيكي صدمة. بس أنا دائما بحكي إنه أنت مش بتخبري أمك وأبوك وإنك طالعة. بس طب هو بده يتخبر، هو جزء من الحياة، نعم. يعني هاي هي المشاركة طبعا، ودوره موجود، جزء من حياتك هي هيك. فإذا إحنا بدنا نعمل على المهام الارتقائية ونعمل على التغيرات والتحولات، أهم إشي أعيد تنسيق حياتي بإني في عندي شريك في حياتي بدي أتشارك معه المسؤوليات والأدوار والمهام وحتى الأهداف. صحيح. أصبحت أهدافنا مشتركة، صحيح في أهداف خاصة لكل فرد فينا طبعا. بس في أهداف مشتركة اللي هي تربية الأولاد، الأبناء، المناخ الأسري، كيف بدنا نخطط الميزانية، كيف نعيد تأهيل المنزل حتى يستوعب أطفالنا. من هاي الهضبة إذا بلشت بطريقة دافئة وآمنة وفيها مشاركة انفعالية صحيحة ومشاعر دافئة لكل الزوجين وتفهم لمشاعرهم وعلاقاتهم وانفعالاتهم، وبنفس الوقت يعني زي ما حكينا إعادة لتنسيق العلاقة مع الأهل والأصدقاء، بتبلش المناخ السوي والمظهر السوي. جميل. هلا ستي احنا بعد ما دخلنا وكوننا أسرة صغيرة، نعم، من أسرة كبيرة وتخلينا عن بعض العادات واللي كانت يعني والمعتقدات، والمعتقدات، نعم. هلا احنا بدنا نبني أسرة صغيرة، شو الآلية، شو المبادئ، شو القواعد اللي مفروض نعملها لبناء أسرة سليمة صحية صغيرة لبداية حياة كبيرة؟ أول إشي بالبناء الأسر السوي اللي هو الحفاظ على الأنظمة دائما وأبدا. في عندي أنظمة محددة بتراعي فيها الحدود والاتصالات اللي، نعم، هو نظام زوجي، نظام أبوي، نظام الأبناء، ونظام الأسرة الخارجية. هدول الأنظمة كل نظام له الحدود والأدوار، هم مترابطين وليس متداخلين، يعني ما في بينهم انصهار. يعني دائما الأسرة المنصهرة بالأسرة الممتدة، هذه الأسرة تكون أقل تمايزا، وتحقيق الذات للأسرة بيكون قليل لأنها معتمدة على الآخرين، أو هي زي ما نحكي منفتحة على الخارج. الجد هو اللي بقرر كيف تربية الابن، الحماية هي اللي بتحكي للابن كيف يعامل زوجته، وهاي برضو مصيبة
لازم يكون في نظام للزوجين اللي هو حكينا عنه، بتحدد في الهضبة الأولى، حددوا توقعاتهم وأهدافهم، في مشاركة انفعالية، في مشاركة وظيفية داخل المنزل بين الزوجين. بعدين النظام الأبوي اللي منحدد فيه أساليب التربية، اللي هو أسلوب التربية ما بيكون الأم حازمة والأبو حماية زائدة، أو الأبو عنده الحزم والأم عندها حماية زائدة. لازم يتفقوا النظام الأبوي والوالدين عن نظام تربية محدد ويكون متفق عليه بينهم. وحتى لو صار خلل لا يتم الإخبار أمام الأبناء، أنه ما بصير مثلا مثال الأم قاعدة بتأنب بأولادها على الدراسة ويجي الأب يحكي معلش خلي كمان ساعة، ما بصير، لازم يكون في اتفاق حتى لا يحدث عندي صراع وقلق عند الأبناء. هسه بالنسبة لنظام الأبناء، حتى الأبناء لديهم خصوصية وحدود، يعني ما بصير الأهل كمان يدخلوا يعرفوا كل تفاصيل اللي بين الإخوان. عادي لو الإخوان كان بينهم أسرار استشارات، كل واحد له خصوصية مع بالزبط. أهله، يعني مع أمه وأبوه بتلاقيه نعم. إنه عنده هذا يعني إشي خاص فيه، وهذا إشي صحي. صحي جدا، يعني أحيانا بيكونوا بيحضروا لمفاجأة لعيد الأم، والأم بدها تعرف شو بين الأولاد، طب اتركيهم في حالهم، خلي شوية خصوصية، خليهم يفاجئوك يعملوا لك مفاجأة. بالضبط، والنظام الخارجي أنا بحترم أجدادي، بحترم دار حماي، بالضبط، بس ما يدخلوا في أساليب التربية والتنشئة الموجودة داخل أسرتي المصغرة. للأسف يعني خلينا نقاطع حديثك كاتب بعد إذنك، إنه يعني ضمن عاداتنا وتقاليدنا وظروف حياتنا المجتمعية الكل بتدخل للأسف، حتى إنه خلفت ما خلفت، شجاك ولد ما جتك، أيوة. من درست وما درست، فيعني تعتبر جزء من الضغط. يعني هي تعتبر جزء من تدخلات الأسر الخارجية، يعني لها كمان ضغط ودور بحياتنا، ما بتسبب لنا صراع وقلق كثير. مسؤولة للجلري عندنا شو وقتك بعدونا الأسئلة للزائر، بحكي لك هي تسبب صراع للأسرة، لأنه هم اتفقوا على الأهداف، حتى لو ما في أطفال أو ما في إنجاب هم وظفوا، يعني نحكي رتبوا أمورهم على ذلك، فلا داعي للتدخلات، هم أدرى بما هو صالحهم. صحيح، هو شوفي أنا بشوفها بشكل تاني، هم أنا بشوفها هي نوع من أنواع الحب، يعني هم قد ما هم بحبوا أولادهم وهيك بتدخلوا في إعطاء النصيحة. هلا هم نفذوا ما نفذوا هون برجع إلهم، بس بنشوف قديش في يعني حموات وحما مثلا كتير مناح، هم يعني نعم. بيصوبوا ابنهم للإشي الصح حتى يعمل بنت الناس، أو حتى بيصوبوا بنتهم لتعمل الإشي المنيح لابن الناس، بعيدا عن دور الحمال اللي إحنا يعني تغير هو، بس في ناس في ناس لسه لليوم بيستخدموا، هم بيعملوا مشاكل وبأدوا إلى الطلاق في عديد من الحالات، بدها تمشي كلمتها في بعض الأحيان. شوفي هو صحي إذا كان بالطريقة الإيجابية اللي حكيتيها، لكن كمان ننتبه لشغلة، اللي كان يزبط مع الجد والجدة بالأساليب اللي مع الزوج والزوجة ما بزبط بفترتنا هاي. نعم يعني هي المرأة عفوا مع الحركات النسوية وتمكين المرأة عادت كالزوجة زمان، صار إلها كثير قرارات وأهداف وحرية وحدود، فبده يكون الزوج ذكي يتعامل معها مع المواكب الحالية يعني نحكي للخبرات الحديثة. صحيح إيمان، بس أنا دائما بقول كل هاي الحركات ترجع للأساس، إحنا لو أساسنا صح ما بهمنا مليون حركة. بالضبط. بغض النظر القواعد يعني هلا مع ولا ضد، أنا ما بدي أناقش بهذه، بس أنا بحكي مدى أساسنا صحيح متين، عارفين نعامل بنت الناس، ما بهمنا 100 قانون و100 تشريع و100 حركة نسوية. اليوم بدي أنا أختار شريك حياتي، تقدم لي شخص وبدي أشوف هذا الشخص بيناسبني ولا لا، هل أوكي. هو نفس قناعاتي بالأسرة ولا لا. لو نعرف في ناس بتجوزوا ممكن بعد فترة ينفصلوا لأنه نعم. قناعات مختلفة. فإيش هي المؤشرات الأساسية اللي بتكون بالزوج أو بالزوجة أو بالشريك أو بالشريك اللي بدي أتعرف عليه بداعي الزواج، إنه في يعني خطوط حمر مثلا ما بيكون هو أسرته أو هي أسرتها فيها هذا الدفء وفي هذه السوية وبتختلف عن أسرتي أنا مثلا. تمام، بداية نراعي نحكي الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكلا الطرفين، ما يكون في تباين كبير بين الطرفين، يكون في يعني نحكي تقارب في هاي المعايير. ثاني إشي جلستك معه، حوارك معه، طريقة التواصل اللي بتصلها معي، هل هي بستخدم اتصال لوام ويظهر على فكرة بالأيام الأولى اللي هي الجلسات الأولى، هل هو بيجي بيحكي لك أنا ما بدي وحدة تطلع، ما بدي وحدة تنزل مثلا، ما بدي وحدة تدرس، ما بدي وحدة تضلها عند بيت أهلها، بدي وحدة تكون عائلة، بدي كذا. فإذا هو بيستخدم الاتصال اللوام أو الانتقادي هو في عنده مشكلة، هو يستحق الاستحقاق لذاته وليس للآخرين وليس للسياق. أوكي. يعني هو بيفكر في نفسه. إذا كان الجانب المسترضي اللي بيجي بيقول لك بدي أبني لك بيت
وبدي أعمل لك يعني فارس الأحلام اللي فيش منه في الدنيا. أوكي. برضو هذا اتصال غير سوي لأنه بظهر شيء في الباطن لا نعلم ماذا سيحدث. ماذا تحقيقه بالضبط. إذا كان برضو في اتصال شوي مستفز اللي هو اتصال متعقل إنه هو الوحيد اللي بيفهم بكل شيء بالكون. دائما الأب الراشد أنا بدي أدير بالي عليك أنت أخطأتي في هذا الجانب أو كذا. هذا الإنسان برضو بيكون عنده استحقاق لا إله ولا للآخرين بس للسياق بهمه صورته أمام المجتمع والآخرين. دائما بدنا الإنسان المنسجم اللي عنده اتصال منسجم. شو توقعاتك من الزواج؟ بسألك شو بتتوقعي؟ أنا بتوقع من الزواج شو الدور اللي أنت بدك تقومي فيه؟ شو الدور اللي أنا بدي أقوم فيه؟ شو أهدافنا؟ كيف بدنا نعمل ميزانيتنا؟ هذا الإنسان بيكون عنده وعي مستحقق لذاته ولذات الآخر ولسياق الأسرة كاملة. فأول إشي دائما انتبهي للاتصال، انتبهي للظروف والمعايير اللي هو عاش فيها اقتصادية اجتماعية أسرية، بيئة الأسرة اللي هو بعيش فيها فيها مرونة ولا هي بيئة جامدة؟ يعني عم بتطوروا بضيفوا أشياء جديدة إلهم ولا محافظين على معتقدات عفوا ومعايير اللي هي بنحكي يعني متشددة جدا إن البنت ما تطلع تدرس برا كذا. في مرونة، عم يكتسبوا خبرات جديدة داخل أسرته الممتدة، في هرمية دائما الأسرة اللي فيها هرمية بيكون فيها نظام. إيش ماذا تقصدي بالهرمية؟ الهرمية التسلسل إنه في قائد الأب. للأسرة وفي نائب للقائد وفي ناس مستهدفة فئة مستهدفة، بس الهرمية الصحية هي الهرمية اللي فيها تبادل للأدوار. يعني إذا غاب الأب الأم بتأخذ الدور، وأحياناً أستاذي الإبن الأكبر إذا كان كفاءة ممكن يأخذ دور الهرمية، بس مش إنه يغطي على أمه أو يسيطر عليها، يكون مساند إلها في رعاية المنزل. يعني كثير منشوف إذا الأب سافر بضلوا على اتصال مع التليفون فاتحين زوج، شو نعمل؟ شو نسوي؟ طب هون غابت الهرمية، وين دور الأم لتكون هرمية ونيابة؟ فإذا كان هاي المؤشرات كلها موجودة في شريك الحياة، أعتقد أنه بإذن الله شريك حياة يعني إيجابي وسليم واختيار صحيح. يا رب نتمنى ذلك، لأنه يبقى يعني فترة الخطوبة كل فيها. ذلك يعني مجرد تبادل أحاديث وخبرات، ولكن للأسف بعد الزواج لما ينحط في معترك الحياة بتتغير كثير من المفاهيم والأمور. ولكن ستي يعني بجوز أنا استشفيت من حديثك أنه توزيع المسؤوليات بين الزوج والزوجة وعمل توازن يعني بنعكس بشكل إيجابي على أسرة سوية. نعم، هلأ طول ما في توزيع للأدوار حتى مع الأبناء يعني مش بس الزوج والزوجة، الأم والأب لمن يتعاملوا مع الأبناء كمسؤولين في البيت، أنت رتب غرفتك، أنت اختار الوقت المناسب لدراستك، الزوج عفوا يشارك بالمهام المنزلية، ينظف الحديقة كذا، لا يعيب شيء، بالعكس موجودة بيئة ومناخ وموجودة فعليا موجود. إحنا منشوف كثير نماذج والله يعني وناس لهم قيمة بالمجتمع ومساهمين في منازلهم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أكبر قدوة لنا كان يخوت ملابسه ويطبخ طعامه، فإحنا يعني أكيد بناخذ هذا من رسولنا صلى الله عليه وسلم. فهو طول ما في مشاركة انفعالية وتوزيع للمهام ومشاركة وظيفية داخل المنزل، طول ما إحنا محافظين على البيئة سوية ما حدا رح يحمل أعباء لحاله أو حدا رح يكون ضحية، كلياتنا عم نساهم في هذا المنزل. قديش اليوم مهم؟ احنا بنعرف يعني اغلبيه الستات عم بيشتغلوا، وحتى الستات اللي ما عم بيشتغلوا موجودين بالبيوت. قديش اليوم كمان التشاركيه من الرجل بيساعد على التخلص من العديد الاعباء على المراه؟ يعني مش يعني انها قاعده بالدار ما عندهاش اعباء، لها لازم وقت مستقطع ترتاح. نعم. فقديش اليوم تواجد الرجل ومشاركته للمراه ودوره بعيدا عن الدور السلطوي اللي نحن متعارف عليه، نعم. التشاركية والتعاون والوضوح قديش مهم اليوم بإنجاح العلاقات؟ وأنا دائما بحكي كل ما كان مرن أكثر ومتعاون كل ما زادت الرجولة فيه، ما قالهاش يعني في هناك صفات رجولية في هناك صفات ذكورية، نحن نحتاج الرجل في حياة المرأة. نعم، أنت حكيتي عن إشي كثير مهم اللي هو البناء اللي هو مش تماسكي اللي حكينا عنه، ترابطي وفي مرونة بالحدود. يعني الرجل لما يعطي المرأة مرونة في حدودها أنه أنت بإمكانك تخرجي تشتغلي، بده يكون مدام اختار هذا الاختيار مراعي ومتعاون لهذا طبعاً. الاختيار ومشارك فيه انفعالياً، كثير مهم أنه يعطيك العافية، كيف أمور شغلك، الإصغاء لها، الاستماع لمشاكلها مثل ما هي كانت العافية في بعض تسمع الأحيان. لمشاكله يا عمي الأكل الطبيخ الكذا، صارت المطاعم كثيرة والأم بتقدر تطبخ يومين بالأسبوع، بتقدر تستعين في حدا
الرجال طبعا اكلهم كثير اسكى من اكل الستات، هاي معروفه، وطباخين ماهرين صحيح. لما بدهم يطبخوا. شكرا. فوالله جد جد انا عن تجربه بحكي دائما اكل الرجال اطيب كثير من اكل النساء، بتكون تجربه مميزه. فهو بامكانه حتى عفوا يدرس اولاده، يعني ياخذ عنها عبء لما ترجع من العمل، يدرسهم المادة اللي هو كتير ماهر فيها، ترى إلها زي ما بيحكوها عودة على الطفل بأنه أبوي بيعطيني مهاراته. صح. مش بس الأم هي المعلمة، الأب مربي ومعلم ومنشئ في الأسرة، فكل هذا قد بيكون أثره، المرأة بتكون معتدة بنفسها، هو ساعدني في تحقيق أهدافي، هو كان دائما إلى جانبي، هو قام معي بالمهام. سياسة توزيع المهام بتريح أي مؤسسة. صح. سواء الأسرة أو أي مؤسسة في الحياة. صح. جميل. هلا ستي، مقابل كل ذلك يعني أكيد هناك مؤثرات سلبية بتأثر بشكل مباشر على بناء الأسرة. نحكي عن بعض المؤثرات اللي يعني بتأثر بشكل مباشر على تكوين الأسرة وبناء أسرة سليمة. أوكي. أول إشي اللي هي الجمود في المعتقدات والأفكار. يعني إذا الزوج أو الزوجة بتتعامل مع زوجها كيف ماما تعاملت مع بابا، أو كيف الأب تعامل مع الأم، أو كيف كانت تشوف جدها بتعامل مع جدتها، هذا الجمود بقتل كثير في الحياة الأسرية. هي بدها زي ما كان أبوها يعملها، بابا كان مدللني بدي أدلل، الزوج بده زوجته امتداد للأم، هم لا تصلح أنها تكون امتداد للأم، هي شخصية مختلفة، مش رح تعطيك الحنان اللي كانت تعطيك إياه والدتك، بس رح تعطيك عاطفة من عاطفة زوجة. يعني كل واحد يكون في دوره، الأم أم، الزوجة زوجة، البنت بنت، بنت في بيت أبوها، زوجة عند زوجها. بدنا نفهم الأدوار بطريقة صحيحة حتى يكون مناخ سوي. طبعا كمان إشي مبدأ اللا إنسانية، هذا كثير بيعطل الحياة الزوجية. شو يعني اللا إنسانية؟ إنه المرأة تتعامل مع زوجها على إنه كريدت كارد أو المصدر الممول للبيت، هاي أفقدته هون مفهوم الإنسانية، إنه هو زوج له مشاعر، ما بزبط بس زوجي. يعني كثير نسمعها من النساء، يلا المهم إنه بصرف علي، مش المهم انه بصرف عليك بس، المهم انه بشاركك بانفعالات طبعاً. المهم انه معك في الحياه الوظيفيه والمهنيه، المهم انه بساندك. انا ما بدي بس ماشين في البيت، انا بدي زوج صالح. فما بزبط ان تبرأ من الصفات الانسانيه. الزوج كيف بيعملها اغلب الوقت مع الزوجه؟ المراه العامله نفس الشيء، بده اياها احيانا في بعض الازواج مصروف تساعده بالبيت، ما بصير نتعامل مع الزوجة على هيك، لا هي بتساعده في الميزانية كتشاركية، لكن هي ليست آلة. إذا هي كمان كثير بنسمع من الأزواج، أنا تزوجت وحدة عشان تقعد بالمطبخ وتربي الأولاد، برضو أفقدها إنسانيتها، هي مش عفوا عاملة فقط، أو هي أحد ممتلكاتك، أقعدي بالدار تطلعيش. إذا تعامل الزوج أو الزوجة مع بعض بهذه الطريقة بنفقد توازن العائلة. كمان في مفهوم التبادلية الكاذبة، الأسر اللي بتظهر للناس إنها هي بروفيشنال، هاي أعظم أسرة، هاي النموذج اللي لازم كلياتنا نقتدي فيه، ومن جوا لا في تعاطف ولا في مشاعر، من جوا في حدود وجمود وعدم مرونة. هاي الأسرة شو بنسميها؟ أسطورة الأسرة. الناس بتشوفها من برا الله الله، ومن جوا يعلم الله. والله أثرتي موضوع كثير مهم، يعني موضوع تحديدا موضوع انه المراه انه بتشوف الرجل ك يعني كريدت كارد او المزود. هلا نحن المراه بتشوف دائما هذا جزء من الامان الموجود، متعوده انه ابوها يكون ضلع لها ويساعدها، وهي تتعودت انه الزوج هكذا. ولكن اذا مبني على العلاقه مبنيه على هذا الاساس، قديش بتقتل المشاعر الزوجيه بين الازواج، وقديش الزوج بصير يحس حاله انه بس هو دوره حتى يصرف. نعم. قديش كمان مهم اليوم نحن انه نفهم مفهوم المؤسسه الزوجيه. يس. المؤسسه الزوجيه مش قائم انه هو يدفع وانت كمان تصفيق. يعني تقومي بدورك كزوجه على جميع الاصعده. اليوم الحياه اسمى من هيك بكثير، الحياه نعم. ظروفها صعبه، بدك اذا ما كنت انت كتف وسند له لايجابه هذه الحياه كثير صعب. فاليوم بتشوفي انه اختلف مفهوم المؤسسه الزوجيه، مفهوم الزواج اختلف عن اول. انا بدي البس الفستان الابيض واعمل حفله ولا مصاحباتي فهمتي؟ نعم. أغلب المفاهيم الزوجية عند الأزواج بالجيل الحالي، أغلبهم مش كلهم يعني الأغلب أو المعظم، بيفكروا أنه الزواج هو المصلحة الكبيرة، أنه أنا بدي ألاقي عفوا حدا يصرف علي يحقق لي أمنياتي، خصوصا البنات الصغار بدها حدا يجيب لها يسفرها ويجيب لها الذهب ويجيب لها الفستان الأبيض. لا، الزواج أعمق من هيك، الزواج قيمة معنوية ومؤسسة اجتماعية. أنت بدك تعرفي أنه توقعاتك من الزواج مش بس أنه في آلة بدها تصرف عليك، توقعاتك من الزواج أنا
بدي تشارك انفعالي، نعم. تشارك بالمهام، بدي إنسان يعكس عليها صورتي. مسؤوليات كبيرة مش سهلة. نعم، وبعدين حتى الإنجاب مسؤولية، إذا ما كنا يعني عفوا جاهزين للإنجاب. التربية مسؤولية والتعليم بالضبط. مسؤولية. الأسرة المربية يقع عليها مهام، عفوا من مهامهم إعادة الخصوصية للحياة الزوجية. أحيانا لما ينجبوا بصير الزوج يلوم أنت بطلتي تهتمي فيه، أنت صرت تعطي وقت لأولادك. ساعدها. لا بالضبط. لو الزوج وعي لهذا الأمر إنه هو شارك في التربية، شارك في هاي صح. المسؤولية، ما بصير عندنا عبء. فزي ما حكيتي وتفضلتي، ما حدا يفقد إنسانيته، أكيد. كلنا بشر، إحنا هون كل واحد إله دور، ونحافظ على هرميتنا ومرونتنا وما يكون حدودنا جامدة بين صح. بعض. صح. كل شكر لك، الله يعطيك ألف عافية يعني على يعني إتاحة هذا المجال للحديث عن شيء ضروري جدا بالحياة وهو الأسرة وهي طبعاً. المؤسسة طبعاً. الاجتماعية اللي بتهم الكل. ويعني أكيد يعني أنا بأكد على كلامك إنه توزيع الأدوار والتفاهم والعلاقات الإيجابية كل شيء بنعكس بشكل إيجابي أكيد. على أسرة سليمة أكيد. كل شكر لك، شكراً، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لوجودك معنا، يعطيك ألف عافية. يعني شرف لنا الدكتورة، واليوم دائما احنا نحكي هذه التشاركية مهمة جدا، يعني انت شكلتي أسرة وأمه هذا للزوج، هي شكلت هذه الأسرة، تعبت وربت لوصلته لهذا الرجل اللي يصونك ويحميكي. فزي ما أنت بتحترم أهلك بدك تحترمي أهل الشريك، والشريك زي ما أنت بتحترم أهلك احترم أهلها. هذه المؤسسة الزوجية مهمة جدا، وإحنا أصبحنا هيك نفتخر بأنه في عنا عائلات مشتركة وعائلات فيها الحب والدفى. إن شاء الله يا ربي كل الحب والدفى لكم وعلى عائلاتكم.